هناك لغط كبير في موضوع السفينه، والعالم كله النهارده بيتكلم، وللاسف الشديد بعض الدول بتحاول تاخد الموضوع على حساب مصر، انها النهارده بيتكلموا على القطب الشمالي، نعمل يلا حان الوقت، دول اخرى بتتكلم على قناه السويس وعدم الامان في قناه السويس. ايه اللي حاصل في هذا الامر، وهل تم عرض هذا الموضوع على سياده الرئيس النهارده؟ هو الحقيقه النهارده السيد الفريق اسامه ربيع يعني عقد مؤتمر صحفي عالمي وعرض فيه كل النقاط واللي تم حتى الان من قبل هيئه قناه السويس. والحقيقه هيئه قناه السويس لها من الخبرات العريقه جدا في التعامل مع تلك الامور، ودعني اقول لحضرتك ان دي يعني حادث استثنائي ما يعني ما بيكررش كتير. قناه السويس العام الماضي عبر بها الاف والاف من الشاحنات، واكبر ناقلات للحاويات 18,000 سفينه السنه اللي فاتت. 18,000 سفينه، نعم. لم يحدث اي شيء، والسنوات الماضيه فده حدث الحقيقه حدث استثنائي. والسفينه هي من اكبر السفن في العالم، طولها 400 متر يعني تقريبا كيلو، وعرضها 60 متر وغاطس 16 متر. حدث استثنائي ويعني جاري هيئة قناة السويس لديها خبرات والعمل يعني بشكل مستمر على مدار الساعة. أما اللي حضرتك بتقوله فده شيء طبيعي أنه بيحدث من بعض طبعا الجهات أو من بعض استغلال الحدث، الاستغلال هذا الحادث والحديث عن رأس رجاء الصالح وما إلى ذلك. والحقيقة الفريق أسامة ربيع اليوم اتكلم قال أن دي حرية، وهو فعلا هي حرية لأي شركة تريد استخدام رأس رجاء الصالح أو غيره. بس دعني أقول لك أنه رأس رجاء الصالح بيزيد بنسبة حوالي تقريبا من 10 ل 14 يوم زيادة عن كوقت عبور عن قناة السويس، وده بيتطلب يعني مدة تشغيل أكبر للسفن ومرتبات أكتر ومخاطر تأمين أكتر وجهد كبير جدا على السفن، لانه طبيعه راس رجاء الصالح مختلفه تماما عن البحر المتوسط والبحر الاحمر وقناه السويس. الرياح المعاكسه شديده جدا والمخاطر زي ما بقول لسيادتك عاليه جدا، والا ما كان ان قناه السويس كان يبقى ليها الميزه دي طول تلك العقود يعني. لكن زي ما بقول كده انه بعض الدول عرضت يعني منها امريكا منها اليابان دول كثير عرض على مصر. ما هو ده يعني ده بيبرز اهميه كبيره جدا السويس كشريان للتجاره ما بين يعني الدول وبين العالم كله. واليوم سيد الدكتور ورئيس الوزراء وجه الشكر لكافه الدول اللي عرضت بالفعل هذا، ولكن يعني قدرات قناه السويس الحقيقه وهيئه قناه السويس او قدرات مصر طبعا المتمثله في هيئه قناه السويس قادره تماما على التعامل مع هذا الحادث الشديد الاستثنائي. السفير بسام راضي بشكرك شكرا جزيلا. اجتماع